هذا اسم الكريم بيت الحجازي ممدوح باناجا. ممدوح باناجا اهلا وسهلا بك، حياك الله يا رب. يعطينا فكرة على هذه المعلمة ما شاء الله، يعطيك العافية. الله يبارك فيك يا رب. هذا البيت الحجازي في المنطقة التاريخية. هذا البيت معمول نموذج من الحجر المنقبي. حجر المنقبي؟ ايوه. هذا اللي اتبنت به طبعا بيوت جدة القديمة سابقا. ما شاء الله. هذا الرخم ولا حجر؟ هذا حجر كلسي بحري. ما شاء الله، هذا حجر بحري. نعم. وطبعا كان يبنى بالطينة حقة البحر والنورة. وهذه كل معدات البنيان حقتنا. ما شاء الله، وهذا العود ايش شكله هذا العود؟ هذا يسموه قندل، هذا يجي من كثير أشجار. القندل. القندل اللي هو هذا طبعا. يعني هو مش القندل هذاك الأصل، بس يعني إيش كتشبيه له هو. زي عود القندل. أيوة، عندك هذا الشباك بتاع المقعد. أيوة. هذا الروشان، هذا الدهليز. أيوة. هذا الشيش بتاع البيت. أيوة. وهذا الروشان برضه. ما شاء الله. وهذا سطح البيت من فوق بس ما اكتمل، لأنه بيت تحت ال. ما شاء الله. تحت الإنشاء. ما شاء الله، تبارك الله، حياك الله، يعطيك العافية. يبارك فيك ربي. الله يسعدك. الله يبارك فيك يا رب.